والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. إلى شروع عماد، أهلا بك شروق، كل عام أنت بخير. كل عام وحضراتكم أولا بخير، ثم كل عام وحضراتكم بخير وزملائي الأعزاء إلهام ونهى. أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التجارة الخضراء، حيث أكد على وجود اهتمام عالمي متزايد بقضية التجارة الخضراء نتيجة التحديات الراهنة التي يمر بها العالم، وخاصة قضية تغير المناخ والتي فرضت نفسها على الواقع العالمي. وأشار مركز المعلومات إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يعرف التجارة الخضراء على أنها النشاط التسويقي الذي يعمل على تعزيز الإجراءات المستدامة للانخراط في التجارة غير الملوثة للبيئة. وتشير البيانات إلى أنه في عام 2019 بلغت قيمة التجارة الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار في الولايات المتحدة فقط، كما أنها خلقت هناك نحو 9.5 مليون وظيفة بدوام كامل. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، والذي تقدر احتياطاته بنحو 1.2 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95%، وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص. وأوضح الملا خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج بموقع إيقات أن الموقع يتميز بأنه استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله في من خلال شركة شلاتين المصرية، والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاونا مثمرا مع القطاع الخاص المصري. سعداء جدا لان احنا موجودين النهارده في احد المواقع الهامه للتعدين، وموجودين في جنوب مصر، وموجودين في منطقه اسمها ايقات عند جبل ايقات، وهو خاص باحتياطي حوالي 1.2 مليون وقية لغاية النهاردة، هو مرشح أنه يزيد إن شاء الله في الفترة القليلة القادمة. النهاردة إحنا بدأنا نشتغل في إنتاج تجريبي، وبإذن الله ابتدينا نطلع سبائك مبدئية، وعندنا جيولوجيين ومهندسين وفنيين مصريين بيشتغلوا في الموقع على أعلى كفاءة، ومعانا بعض الخبراء الأجانب، والإنتاج مع الوقت هيزيد. وكل ده الحقيقة كان نتيجة تطوير الخاص بالقطاع التعدين، وبدأنا بتعديل في قانون التعدين، وغيرنا اللائحة التنفيذية، وغيرنا النظام المالي، وغيرنا نظام التراخيص، وأتصور أنه ده كان من العوامل الأساسية اللي شجعت النشاط في البحث عن الذهب. ده بخلاف المزايدة العالمية اللي تمت، وإن شاء الله في يعني خطط طموحة لزيادة عدد الشركات وزيادة مناطق البحث والاستكشاف عن الذهب. شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة أمين زيد، أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادة الترسانة وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة. هذا وتعد القاطرة الجديدة في الثالثة ضمن سلسلة تضم 6 قاطرات يجرى بناؤها ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة جوانزو الصينية، والذي يتضمن بناء 3 قاطرات بترسانة صينية و3 قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.
أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بلس هيثم الغيص إن اتفاق المنظمة على تقليل الإنتاج ساهم في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجهها أسواق النفط العالمية. وأضاف الغيص خلال زيارته لبغداد أن أهم أهداف اتفاق أوبك هو تحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب. وفي نوفمبر قرر تحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء أوبك إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين خفض إنتاجه بمقدار 2 مليون برميل يوميا في ظل تراجع أسعار النفط. انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إليكما إلهام ونهى مرة أخرى، كل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا لك شروق، كل عام أنت بخير.